رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. حلقة جديدة من واحنا سايقين. النهاردة هكلمكم على حدوتة غريبة شوية ومهمة، هي حاجة من الحاجات اللي موجودة في العربية اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا سايقين. فيلا بينا نربط الحزام واسمعوا مني الحدوتة دي. قصة النهاردة، مين اللي اخترع الإشارة ومين اللي فكر في الإشارة؟ خليني أرجع معاكم كده. الحدوتة ابتدت من زمان قوي، ولما بدأت الشركات تبدأ تصنع فوانيس العربية بعد ما اتطورت، واتكلمنا في حلقة من الحلقات على الموضوع ده، اتطورت فكرة إشارة العربية، وجت شركة من الشركات وكانت أول شركة هي اللي بتصنع إشارة في عربية. المهم الفكرة كانت بسيطة قوي زمان، كانت إزاي اللي سائق العربية يبدأ يقول للي وراه إنه هيخش يمين أو هيخش شمال. اللي جت ورا فكرة اختراع الإشارة ممثلة سينمائية اسمها فلورنس لونز، ودي تعتبر أول ممثلة كانت تمتلك عربية خاصة ليها، وكانت مشتريها العربية دي عشان تصرح للصحفيين وقتها إن الستات قادرين يعملوا حاجات كتير قوي، حتى لو العربية عباظت هتقدر تصلحها وتتحرك بيها. المهم كانت بتعاني في الوقت ده من مشكلة كبيرة جدا، مشكلة إن إزاي تقول للي وراها إن إزاي يخش يمين أو يخش شمال. فكان بيطلع دراعه من إزاز العربية عشان يقول إن هو داخل يمين، أو تطلع الدراع من الناحية التانية عشان تقول إنها داخلة شمال، وده كان بيعرض سائق العربية للخطورة. المهم بدأت الفكرة تزيد عن طريق دراع صغير موجود بيتشد باليد، عن طريق انك تشد اليد يمين فتطلع يد من الجنب القايم كده تترفع فتبين اللي ورا ان العربية عايزة تخش يمين، وبعد ما يدخل يمين يروح دايس على اليد دي تاني فيروح الدراع ده داخل تاني مكانه. نفس الموضوع في الجنب الشمال. فبدأت الفكرة تزيد وتتطور، وبدأت الناس تفكر اكتر مع زيادة عدد العربيات، ان مهم جدا مع التطور اللي بيحصل في الصناعة دي وكمان العربيات اللي بتزيد، لازم يكون في وسيلة للتفاهم بين العربيات وبعضها. واخدين بالكو؟ وسيلة للتفاهم بين العربيات وبعضها. المهم بدأت التطور يحصل، وبدأت تتم أفكار مختلفة، لحد ما وصلنا لشكل الإشارة اللي كانت موجودة عن طريق لمبة ثابتة. يعني كان اللي بيخش يمين بينور لمبة ثابتة، مجرد أنها مجرد ما تنور اللمبة دي فتبان أن العربية عايزة تدخل يمين أو شمال. بدأت الفكرة تتطور أكتر، وبدأت يتحدد اللون الأصفر، وبدأت إنها تكون إشارة مضيئة تطفي وتنور عشان تلفت الانتباه وتنبه إن العربية هتخش يمين أو هتخش شمال. وتم الاتفاق على ده ووضعها في قوانين المرور وقوانين السلامة اللي بتكون موجودة على الطرق. وبدأت الفكرة تتطبق وتتطور بشكل كبير جدا، لحد ما بدأت تكون موجودة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، والصناعة اللي بتتم في فوانيس العربيات اتطورت بشكل كبير جدا، واهم حاجة فيها الوضوح والرؤية. وشايفين بقى دلوقتي الفوانيس الفول LED والتيوبس LED والاشكال الجميلة اللي بتبين جدا العربية بتتحرك ازاي، او تبقى شايف كويس، لان الهدف منها انك تبقى شايف كويس العربية دي بتتحرك يمين او شمال. الفكرة بقى ان التطور اللي حصل في الصناعة دي بشكل كبير كان لازم يتم عليه وضع قوانين، وهنا وضعت القوانين في استخدام الإشارات، ومهم جدا اتباع الإشارات دي عن طريق ان لو انت هتخش يمين او شمال في اي مكان لازم تكون الإشارة موجودة ومشغلة قبل ما تاخد الخطوة دي. الفكرة بقى ان احنا للأسف ساعات كتير ما بناخدش بالنا، وساعات كتير بنعتبر ان انا مجرد ما انا استعملت الإشارة، لو انا استعملتها يبقى انا كده بدي ليا تصريح ان انا اديت إشارة، فانا مصرح ليا ان انا ادخل. الإشارة هي وسيلة للتنبيه لأكشن او خطوة او حركة انت هتعملها بعد شوية. يعني مهم جدا قبل ما اخد اي اتجاه من الاتجاهات سواء اليمين او الشمال، لو انا ماشي في طريقي بالعربية لازم استعمل فيها الإشارة. لو انا خارج من ركنة مهم جدا ابص في المرايات، شغل الإشارة، اتأكد ان الطريق فاضي وابدأ اتحرك. مهم جدا قبل ما ادخل تقاطع استعمل الإشارة من بدري، مش مجرد ما انا دخلت التقاطع اروح مستعمل الإشارة واقول ان انا مشغل الإشارة. وساعات كتير قوي تحصل كده حاجة نزنق على بعض، وبعدها اول ما تحصل لك باشا ما انا مديك إشارة. الإشارة مش معنى كده ان انت فرضت انك لازم يحصل ده، انت بتنبه اللي وراك انه ياخد بالك ان انت هتعمل الموقف ده كمان شوية. فمهم جدا انك تبقى واخد بالك انها مجموعة من الخطوات ورا بعضها، ابص في المراية، استعمل الإشارة، أتأكد أن الطريق فاضي وأبدأ أخد الخطوة. مش نضم كل دول في خطوة واحدة ومن غير ما ناخد بالنا. صدقوني لو بدأنا نغير في طريقة سواقتنا بشكل مظبوط هتفرق معانا كتير قوي، لأن إحنا كل يوم إحنا اللي بنسوق في الشارع وإحنا اللي بنسوق مع بعض. فمهم جدا نبدأ نغيرها ونوصل بالسلامة إن شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. خلصت حلقة النهاردة، استنوني في حلقة جديدة وأشوفكم بكرة.